استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشاب البحريني البحار جعفر أحمد يوسف محمد من قرية دمستان، والذي تمكن من إنقاذ العائلة البحرينية من عرض البحر بعد أن كانوا على وشك الغرق. ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للشاب جعفر أحمد على ما قدمه من عمل إنساني كبير وتضحية بارزة في سبيل إنقاذ العائلة البحرينية التي كانت على وشك الغرق، مجسدا شمائل أهل البحرين الكرام في الإقدام والشجاعة. أضاف سموه: لقد كنت في ذلك الموقف رجل بقامة وطن، ولم تخشى جميع العواقب، ولم تضعف، ولم تهن في قيامك بواجبك الإنساني والوطني، ونحن نقدم لك كل التقدير على ما قمت به من عمل بطولي شجاع سيبقى خالدا في ذكريات الوطن. من جانبه أعرب البحار جعفر عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكلماته التي تبعث على بذل الغالي والنفيس في سبيل المملكة، مثمنا في ذات الوقت مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة باستقباله، ومشيرا إلى أن كلمات سموه كانت مؤثرة جدا وتمنح شباب البحرين القوة من أجل البحرين، مؤكدا أن ما قام به هو بمثابة تأكيد لما يتمتع به شعب البحرين وأهلها من شمائل الخير وسرعة إغاثة المستجير.